السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم جيجي من قناة وصفات مع جيجي كل حياتي. النهاردة معايا وصفة رائعة وممتازة جدا، وصفة غريبة الشكل بجد، انا استغربت لما عرفتها. الوصفة دي يا بنات هندية. وصفتنا النهاردة قشور البتنجان المجفف لإزالة الشعر العانة او منطقة البكيني او المنطقة الحساسة. قبل ما اقول لكم الوصفه، احب ان انتم تشتركوا في قناتي وان شاء الله تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وانا بشكر كل اللي اشتركوا معايا في القناه والقناه اتقدمت بيكم وليكم، وبشكركم جدا 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 على وجودكم معايا في قناتي. ويلا بينا نقول الوصفه بتاعتنا النهارده الغريبه دي. وصفتنا النهارده يا بنات زي ما انا قلت لكم عباره عن قشور البذنجان. البذنجان ده اللي هو البذنجان الاسمر العادي اللي احنا عارفينه ده. الوصفة دي على فكرة يا بنات هندية. هتجيبي قشور البتنجان، هتجيبي البتنجان ده وهتجيبي المقشرة وهتقشريه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا احنا عارفين ازاي بنقشر، زي بتقشري البطاطس كده. هتقشري البتنجان بالشكل ده وهتسيبيه لحد ما يجف لوحده، يعني ممكن تحطيه لو طبعا الصيف طلع في الشمس ممكن ياخد اليوم بحاله في الشمس وكده، هتلاقيه نشف وبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصي بصي الصوت لما بنكسره بيتكسر، شوف صوته بالشكل ده. طيب احنا عايزين نعرف احنا هنعمل ايه بقى بقشور البتنجان دي. هنجيب بقى معانا هنا كده، هنجيب الطبق بتاعنا اللي احنا بنعمل فيه الوصفات بتاعتنا، وهنجيب قشور البتنجان بالشكل ده وهنكسرها كده. هنكسر قشور البتنجان بالشكل ده، عايزه اكسرها اخليها فرافيت صغننه كده بالشكل ده، شايفين؟ عايزه افرفطها اخليها حتت صغننه قوي على قد ما اقدر كده، شايفين؟ عايزه اكسرها جامد قوي كده. الوصفه دي يا بنات ناس كتير على فكره جربتها، وانا شفت عليها بجد فيديوهات جميله جدا. وصفه جميله يا بنات، وانا قلت اعملها لكم بقى عشان تستفادوا بيها. اهم شيء ان لازم البتنجان يتجفف كويس جدا في الشمس، او تسيبيه لحد ما يجف. بصوا بصوا صوته يعني ناشف ناشف خالص بالطريقه اللي احنا شايفينها دي، لازم ننشفه جامد قوي بالشكل ده، شايفين يا بنات؟ لازم ننشفه كويس قوي بالشكل ده زي ما احنا شايفين، ونكسره، نحاول نكسره حته صغننه قوي قوي. طبعا لو ما قدرتيش تكسريه حته صغننه قوي تضربيه في الخلاط عندك او في المطحنه او في الكبه. انا هضربه في المطحنه وهرجع لكم تاني وهقول لكم نعمل ايه مع بعض. ورجعت لكم تاني يا بنات بعد ما ضربت القشور البذنجان المجفف في الكبه بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شوفوا بقى ناعم شويه ازاي. بعد ما ضربناه بقى في الكبه بقى بالشكل دوت، هنعمل ايه بقى؟ هتزيل الشعر بتاعك، تشيل الشعر بالوسيله اللي انت بتستخدمي بيها سواء بالشمعة او بالسويت. طبعا انا برجح الشمعة او السويت، بلاش الشفره يا بنات زي ما قلنا انها بتطلعش الشعر من جذوره. هتزيل الشعر منطقة البكيني او المنطقة الحساسة او حتى الشعر اللي في الوجه برضو ممكن تشيليه. وهتستخدمي الوصفة بتاعتنا دي. هتستخدميها ازاي بقى؟ بعد ما شلنا الشعر، اتفقنا احنا شلنا الشعر، هتجيبي بقى ده كده زي ما اتفقنا وجففناه. هنجيب مية كده وهنحط عليه بسيط من المية بالشكل ده وهنقلبه كويس قوي. هنفضل نقلب فيه كده شايفين، عشان يخرط المادة بتاعته دي، عايزة المية تخرطها بالشكل ده، شايفين اهو. هنقلبه كويس جدا لحد ما يبوش من المية كده، يعني احنا جففناه وبعد كده بعد ما جففناه وكسرناه هنبوشه تاني. القيمة الغذائية في قشور البرتقال، سوري انا اسفة، القيمة الغذائية في قشور البذنجان يا بنات عالية جدا، لان قيمته الغذائية بتكون موجودة فيه. واحنا عارفين طبعا البذنجان كويس جدا لمرضى الانيميا، وعلى فكرة كويس جدا للي بيعانوا من الاسهال، كويس جدا برضو لمرضى الاسهال. البذنجان عامة اكله كويس جدا، سواء اكله او سواء يعني اي، وخصوصا لما تعمليه مسلوق احسن ما يكون مقلي. يعني انت لو مثلا هتعملي عندك بتنجان وعايزه تقليه، لو هتعمليه مخلل مسلوق بيبقى قيمته الغذائيه اعلى من قيمته وهو مقلي.
معلش انا بقول لكم برضو يعني شويه معلومات كده عن البذنجان. آه ماشي، احنا خلاص عملنا اهي الوصفه بتاعتنا زي ما احنا شايفين وبوشناها. هنعمل ايه بقى بعد ما زلنا الشعر من المنطقه اللي احنا عايزينها نزيله منها؟ هتجيبي البذنجان وهتفرديه على المكان اللي انتي زلتي منه الشعر ده، وهتفرشي البذنجان كده عليه بالمنظر ده. طبعا عامله كميه بسيطه، لكن انتوا طبعا ايه يعني حاولي تعملي الكميه اللي تكفيكي. احنا بنعمل بس كميه بسيطه عشان ايه التصوير وكده. ماشي، هتفرديه بالشكل ده وهتسيبيه بقى على المنطقه اللي انتي عايزه تشيلي منها الشعر لحد ما يجف. اول ما يجف خالص بينشف هتبدأي بقى تشيليه بالراحة كده وتغسليه بالمية الباردة زي ما اتفقنا، وصدقوني هيجيب نتيجة جميلة جدا جدا يا بنات. الوصفة دي هندية، انا شفتها الصراحة وعجبتني، استغربت لها جدا. فان شاء الله بإذن الله تجربوها وتقولي رأيكم فيها، انا متأكدة انها هتعجبكم بإذن الله. اهم شيء ان انتوا لازم تجففوا البتنجان كويس جدا قبل ما تفرموه، لازم يكون مجفف. برضو عايزه اقول لكم يا بنات ان الوصفه ديت وصفه هنديه زي ما انا قلت لكم، واتمنى ان انتوا تعملوها وعايزه اعرف رايكم فيها. وان شاء الله تسيبوا لي رايكم واستفساراتكم في الفيديو. واذا عجبتكم الوصفه ما تنسونيش في اللايك والشير عشان الفيديو يوصل لكل المشتركين. وان شاء الله اشوفكم في الوصفة الجاية مع جيجي كل حياتي، وما تنسونيش برضو في الاشتراك اللي ما اشتركش في القناة، اتمنى انه يشترك في قناتي قناة وصفات مع جيجي كل حياتي. واشوفكم في الوصفة الجاية، وكانت معاكم جيجي من قناة وصفات مع جيجي كل حياتي.